عليكم، مساكم الله بالخير وحياكم الله في تغطية وجولة جديدة. متجهين إلى الحرم المكي الشريف لأداء صلاة العصر. موجود في منطقة المسفلة ومتجه إلى الحرم المكي الشريف من طريق أجياد. راح نقطع هذه الأنفاق مسافة 5 دقائق، وبعدها ننزل على طريق شارع بير بليلة وطريق أجياد ريع بخش إلى الحرم. خلوكم معنا في هذه التغطية، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك. ودائما أنا معكم حسين الفيفي في تغطية مكة، ما أقدم لكم إلا الصور الجميلة والتغطيات الجميلة. لا تنسونا، استمتعوا معنا واستمتعوا معنا بهذه التغطية. ما شاء الله بعد ما قطعنا النفق وصلنا الآن إلى طريق أجياد، وما شاء الله نشوف الزحمة في طريق أجياد متجهين إلى الحرم. وهذه طريقنا بإذن الله إلى الحرم. باقي تقريبا 20 دقيقة على أذان العصر، وإن شاء الله المسافة تقريبا برضو راح تأخذ منها 20 دقيقة. شوف يا ضيوف الرحمن، وهم متجهين إلى الحرم، سواء اللي يمشون أو اللي في الحافلات أو سيارة. شوفوا كل الحافلات هذه مليانة بضيوف الرحمن متجهين معنا إلى الحرم، وهذه الحافلات عائدة من الحرم. ما شاء الله، خلاص الأجواء العصرية الآن تعتبر معتدلة، أجواء معتدلة مقبولة، حرارة مقبولة. هذا عندنا مسجد النافع، خلاص بدأوا يتجهزون للصلاة. مسافة 20 دقيقة أو أقل من 20 دقيقة، تقريبا باقي ربع ساعة. شوفوا هنا الحافلات محملة بضيوف الرحمن متجهين إلى مواقف ريع بخش إلى الحرم. هذولا ما شاء الله معتمرين، حافلة مليئة بالمعتمرين. هذا فندق انفينيتي من أجمل الفنادق وأقربها للحرم. شوفوا الناس وهي خارجة من الفندق، فندق انفينيتي باتجاه الحرم. نشوف هنا بعض المصليات أمام الفندق. أجواء جميلة ما شاء الله. شوفوا الفنادق هنا. هذا شارع بير بليلة. شوفوا الزحمة اللي فيه. شوفوا الزحمة اللي فيه شارع بير بليلة. وهم خارجين معنا الآن إلى الحرم. هذا أمام فندق الماسا جراند. نشوف الكثافة والزحمة اللي فيه. وهنا زحمة ضيوف الرحمن أمام فندق الشهداء وفي طريقهم إلى الحرم. طبعاً أبغى أقطع الشارع لكن زحمة السيارات ما قدرنا نقطع. وهنا نشوف الصورة الجميلة من تحت السدرة. يا سلام، ونعود بالصورة للخلف. شوفوا ما شاء الله أعداد ضيوف الرحمن اللي متجهة معنا إلى الحرم. خلاص باقي 10 دقائق على أذان العصر، يمدينا نقرب من الساحات. هنا مواقف ريع بخش.
طبعا الحرارة الآن مقبولة، حرارة العصرية، الأجواء معتدلة، وتقريبا في المساء تبدأ يعني أجواء معتدلة ما شاء الله، حتى الآن أجواء معتدلة. هنا مواقف ريع بخش وزحمة الناس. طبعا آخر نقطة لوصول سيارات الأجرة والحافلات، ومسافة 5 دقائق سير على الأقدام حتى توصل إلى ساحات الحرم. هنا ما شاء الله نشوف جمال الصورة، كلما اقتربنا من ساحات الحرم وكلما اقتربنا من أذان العصر. هنا ما شاء الله دخلنا على منطقة الأبراج، هنا ما شاء الله ندخل على منطقة الأبراج، أبراج الصفوة، ونشوف زحمة الناس باتجاه الحرم. وما شاء الله هنا دخلنا على الساحات والأجواء الجميلة، ما شاء الله بدأنا نشوف صفوف المصلين. ما شاء الله أجواء ساحات الحرم أجواء باردة. بدأ أذان العصر، الله أكبر الله أكبر. طبعا راح ندخل على الأدوار العلوية حتى الصلاة. هنا ما شاء الله الساحات باردة، خلينا نصلي في الساحات. ندخل نصلي جوا عشان نشرب زمزم ونشرب. أشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. ما شاء الله صلاة العصر راح تكون في مطاف الدور الأول. ما شاء الله بإطلالة على الكعبة المشرفة.
ما شاء الله، بعد ما انتهينا من صلاة العصر هذه صورة جميلة لمصليات مطاف الدور الأول، والآن خارجين على الساحات. ما شاء الله، هذا مطاف الدور الأول. هنا مشارب زمزم على كامل مسار المطاف وعلى كامل داخل المصليات. ما شاء الله، مثل هذه المصليات خلاص اكتملت الإضاءات اللي فيها، خلاص ركبوها. شوفوا زي هنا باقي تحت الصيانة، خلاص هذا القسم تقريبا جاهز الآن. ونخرج على توسعة الملك فهد الدور الأول. هذه المصليات الداخلية، ومن المصليات الداخلية نجي على إطلالة جميلة على المصليات السفلية في الدور الأرضي، توسعة الملك فهد، وهذا المسار المخصص لدخول الطائفين إلى صحن المطاف. شوف ما شاء الله، هذا مسار فقط مخصص للطائفين لدخول صحن المطاف. ما شاء الله، شوف هذول بينتظرون صلاة المغرب وصلاة العشاء. وهنا نخرج على الساحات الغربية. طيب الآن خارجين على الساحات الغربية، هنا مكتبة المسجد الحرام. هنا صلاة، هنا أسانسير لكبار السن، وهذا الدرج، وهنا مكتبة المسجد الحرام. ما شاء الله، هنا نخرج على الساحات الغربية. شوفوا هنا ياخذون صور تذكارية، ما شاء الله. هنا المصليات السفلية، باب الملك فهد. السلام على أجواء العصرية. هنا منطقة الشبيكة، دار التوحيد، وهذه مصليات مخصصة للنساء، هناك مصليات مخصصة للرجال. أجواء جميلة والأجواء بدأت تعتدل. هنا ننزل من توسعة الملك فهد الدور الأول، راح ننزل على الساحات، الساحات الغربية. من أمام سلم باب الملك فهد رقم 80، وهذه الصورة الجميلة والإطلالة على الساحات الغربية. وهنا خرجنا على الساحات، ما شاء الله. راح ندخل على أبراج شركة مكة نشوف الأسواق الجديدة اللي فيها، فتحوا ولا باقي. هنا ندخل على شركة أبراج مكة. ما شاء الله، نجي ناخذ إطلالة جميلة على الساحات. يا الله، شوفوا زحمة الناس، ما شاء الله.
وهذه أحد الصور الجميلة للساحات. صلاة العصر. إلى هنا تكون نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، أتمنى أنها نالت على استحسانكم ورضاكم. نعدكم تغطيات أفضل في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.